من التغطية والاكتفاء الذاتي من المياه المحلات ستصل إليها الجزائر فور استلام المشاريع 11 المندرجة ضمن المخطط الاستعجالي للحكومة فيما يتعلق بتحلية مياه البحر. الجزائر ستغطي 50% من احتياجات السوق الوطنية من الحليب فور تجسيد أضخم مشروع جزائري قطري بقيمة 3.6 مليار دولار يخص إنتاج بودرة الحليب وأضرار تعرف اكتفاءً ذاتياً من هذه المادة. الجزائر ثالث مصدر لمواد البناء إفريقياً وثاني مصدر لمادة الكلينكر عالمياً. نجاح جسدته الطبعة 26 لمعرض باتيماتيك الذي نظم قبل أيام. وأخيراً تتابعون فقرة ضيف البديل. مشاهدينا انتظرونا بعد الجنيريك مباشرة لنفصل في مجمل هذه العناوين. البديل الاقتصادي، أهلا بكم. نحن هنا بمحطة تحلية مياه البحر بكاب جندات ولاية بومرداس، وهي إحدى المحطات الخمس التي يجري إنجازها حاليا وفق المخطط الاستعجالي للحكومة الخاص بتحلية مياه البحر والمتضمن 6 محطات إضافية. ستبلغ الجزائر حال الانتهاء منها نسبة 60% من التغطية والاكتفاء الذاتي في مجال المياه، علما أن سعة كل محطة 300,000 متر مكعب يومياً. الزميلة ناصرة كحلي وقفت عند سير الأشغال بكل من محطة كاب جنات وفوكا بتيبازا وأعدت لنا هذا الروبورتاج في الموضوع. محطة تحلية مياه البحر كاب جنات 2 من بين أهم المحطات التي يجري إنجازها بولاية بومرداس، تصل قدرتها الإنتاجية إلى 300,000 متر مكعب يومياً من المياه المحلات. وكل تسييرها إلى المؤسسة الجزائرية للطاقة فرح سوناتراك، أما الإنجاز فهو للمؤسسة الوطنية للأشغال البترولية الكبرى. كل هذه المحطة في برنامج تكميلي للحكومة، إذ تقوم بتزويد المنطقة بالماء الشاروب ألا وهي بومرداس الجزائر العاصمة وشطر من تيزي وزو. تواجد على مستواها مهندسين خريجي الجامعات الجزائرية، وكاد تكوين تقنيين في المحطة وخريجي المعاهد الجزائرية عمال محليين في المنطقة حوالي 1,100 عامل. أول عملية تجميع المياه، يعني تجميعها مع مياه البحر وتتصفى جزئيا يعني من الشوائب الكبيرة، بعدها ينتقل الماء يعني المراحل أخرى تصفية، يعني بعد تصفية حتى يكون ويلحق المعالجة. يعني هذه كامل مرحلة، هذه مرحلة معالجة أولية، لأنه التصفية راح تكون بعدة مراحل دقيقة. ما وراء مبنى تناضح العكسي والذي يتواجد على مستواه مضخات الضغط العالي، أين يتم رفع ضغط المياه حتى تمر على فلاتر نانومترية يتم على مستواها نزع الأملاح المعدنية. نحن متواجدون على مستوى مبنى معالجة الغضار وتريتمون ديبو، ليبو الناتجة عن المرحلة الأولية لمعالجة مياه البحر، أين يتم تعديل حموضة الغضار ويتم صرفها إلى الاستعمالات في مجال الفلاحة. المشروع يتضمن خط إنجاز نقل المياه من محطة تحلية مياه البحر كاب جنات 2 إلى خزان حمادنا بلدية جنات بسعة 50,000 متر مكعب، يتم الربط البعدي فيه بأنظمة قنوات ضخمة. المادة الأولية لقينا سهولات من جميع الشركات الوطنية التي شاركت في إنجاز المشروع. التكلفة الإجمالية هي 15 مليار دينار. العملية الاقتصادية يسعى بتمويل جميع بلدية ولاية بومرداس والجزائر العاصمة، 4 ولايات أخرين
نصل الى تمويلها. المجمع كوسيدار يسهر دوما على تسليم المشروع في الاجل المحدده مع المراعاه للجوده والنوعيه في الاشغال. متابعه ومراقبه المشروع انطلاقا من المصادقه على التصميمات والمخططات الى متابعه ومراقبه مختلف الورشات، كما نسهر على الجوده والمطابقه وفقا للمعايير التقنيه المعمول بها. هذه الجودة تكمن في مراقبة نوعية الصمامات أي لي فان، كونترول كاليتي دي فان الصمامات، كما نوعية البيتون، نوعية الخرسانة المستعملة، كما نسهر على الجودة من إلى غاية إتمام المشروع. أما في ولاية تيبازا، محطة تحلية مياه البحر فوق 2 هي الأخرى ستبلغ طاقة إنتاجها 300 ألف متر مكعب، تسيرها المؤسسة الجزائرية للطاقة فرع سوناطراك، في حين كلفت شركة كوسيدار قنوات بإنجازها. سيسمح المشروع عند دخول حيز الخدمة إن شاء الله بتزويد حوالي 3 ملايين مواطن وذو سعة تقدر بثلاثة 100 ألف متر مكعب في اليوم. بلغ مشروع نسبة جد معتبرة التي تفوق 64%، ونسير طبقا للجدول المسطر لنكون إن شاء الله في الأجل المحددة. عدد العمال رانا دركا في 1200 عامل بين إطار وبين تقني وبين عامل. جل الإطارات من خريجين الجامعات الجزائرية ومراكز تكوين مهني. مواد الأولية ومواد البناء تقدري تقولي راها 100% جزائرية. وفرنا الإمكانيات تقول المادية والعتاد اللازم. سيرورة الأشغال مضمونة في النهار وفي الليل لمدة 24 ساعة. نحرص وفريق العمل على متابعة الأشغال وفق المخططات المصادقة عليها من طرف الهيئة التقنية مع مراعاة القوانين الجزائرية والمعايير الدولية. دخول محطات تحلية مياه البحر حيز التشغيل سيساهم في تعزيز وتأمين التزود بالمياه الشروب، أشرفت عليه إدارات من خريجي الجامعات الجزائرية في مجال الإنشاء والدراسات الهندسية. هاتان المحطتان على غرار المحطات الثلاث المتبقية، ستنتهي الأشغال بها نهاية العام الجاري على أن تدخل حيز الاستغلال بعدها مباشرة. الحليب الذي يعد من المواد الاستهلاكية الواسعة فاتورة استيراد بودرته ثقيلة جدا كما لا يخفى عليكم. تجسيد مشروع إنتاج مسحوق الحليب بولاية أضرار بقيمة 3.6 مليار دولار شراكة جزائرية قطرية ستسمح بتقليص هذه الفاتورة، حيث أن تغطية السوق الوطنية من الحليب ستصل إلى 50%. هذا مع الإشارة أن ولاية أضرار تعرف اكتفاء من هذه المادة بسبب تواجد مصانع عديدة لإنتاج الحليب، تقول الزميلة نوال صلح العائدة من ولاية أضرار. أزيد من 3.5 مليار دولار قيمة المشروع الجزائري القطري لإنجاز قطب زراعي بولاية أضرار يتربع على مساحة 117 ألف هكتار لإنتاج مسحوق الحليب، اللحوم الحمراء، الألبان ومشتقاتها. الاتفاقية يعني بين وزارة الفلاحة والتنمية الريفية ممثلة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ودولة قطر الشقيقة. مشروع هذا كما يعلم الجميع راح يقوم بإنتاج يعني أو الأعلاف يعني بإنجاز 3 زارع يعني ستنجز يعني الأعلاف وكذلك اللحوم الحمراء والحليب المجفف يعني على مدة 9 سنوات سيحقق اكتفاء ذاتي ب 50%، وكذلك يعني تربية الأبقار يعني رفع عدد القطيع من الأبقار على المستوى. المشروع يتشكل من 3 أقطاب: مزرعة لإنتاج الحبوب والأعلاف، مصنع لإنتاج مسحوق الحليب، ومزرعة لتربية الأبقار وإنتاج اللحوم والحليب، حيث سيصل إجمالي عدد الأبقار إلى 270 ألف بقرة تنتج قرابة 1.7 مليار لتر من الحليب سنوياً، كمية
كافية لتغطية 50% من متطلبات السوق الوطنية. هذا وقد باشرت السلطات الولائية الخطوات الأولى لبداية المشروع. أن وزارة الفلاحة أنها نصبت شباك موحد خاص بالاستثمار هذا الضخم القطري الجزائري، فكذلك احنا على المستوى المحلي نصبنا شباك موحد فيه حوالي 30 مدير، يعني بين تنفيذي ومدير مؤسسة اقتصادية لمواكبة يعني هذا لمواكبة هذا المشروع لي يعني حل مشاكله ولا القيام بإصدار جميع التراخيص في يعني في وقت جد سريع. وفيما يخص الاستثمار الخاص في مادة الحليب بالولاية، فقد لقي المستثمرون التسهيلات اللازمة على غرار مصنع أضرار للحليب. هذا المشروع الاستثماري الذي عرف مرافقة ودعم من طرف السلطات المحلية من أجل تذليل الصعوبات المحتملة التي تعيق إنجاز هذا المشروع، سيبدأ في الإنتاج إن شاء الله خلال هذا الشهر شهر مايو 2024. 46 ألف لتر يوميا، ما يعادل 14 مليون لتر سنويا، هي القدرة الإنتاجية للمصنع الذي حقق الاكتفاء الذاتي لولاية أضرار وبلديتها. كانت بداية الإنتاج سنة 2011 بسعة إنتاجية قدرها 12 ألف لتر يوميا، ما يعادل 3.5 مليون لتر سنويا، مما كانت تغطي مقر الولاية وبعض البلديات المجاورة. وحاليا رانا ننتجو 46 ألف لتر يوميا، ما يعادل 14 مليون لتر سنويا. لأجل سلامة المستهلك لمادة الحليب يخضع المنتوج لتحاليل مخبرية، كما سيعرف المصنع مستقبلا تنوعا في إنتاج الحليب ومشتقاته. نوعان من التحاليل، أولا التحاليل الفيزيكوكيميائية التي يتم إثناء قياس بعض المعايير مثل درجة النقاوة ودرجة الكثافة الحليب ودرجة المواد الدهنية. توجد أيضا التحاليل الميكروبيولوجية التي نبحث فيها عن بعض الجراثيم التي تمكن أن تضر بصحة الإنسان. في المشاريع المستقبلية نديروا توسعة في المصنع لإنتاج الحليب ومشتقاته، مثلا كالفرماج واللبن والياغورت، وبذلك نزيد عدد العمال، قد تصل عدد العمال يقدر إلى 30 عامل، ولما لا يكون إلى 40 عامل 50 عامل إن شاء الله. هذه المشاريع تدخل في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز الأمن الغذائي وتلبية السوق الوطنية من مادة الحليب وتقليص فاتورة الاستيراد. الطابعة 26 للصالون الدولي للبناء ومواد البناء والأشغال العمومية باتيماتيك التي نظمت بحر الأسبوع الفارط بقصر المعارض الصنوبر البحري نجاحا كبيرا بعد مشاركة أزيد من 900 عارض، منهم قرابة 600 عارض وطني. تصريحات جاءت على هامش الصالون أكدت أن الجزائر تعد ثالث مصدر لمواد البناء في السوق الإفريقية بقيمة إجمالية تقدر ب 680 مليون دولار، وتعد أيضا ثاني مصدر لمادة كلينكر في العالم بعد الفيتنام بقيمة حوالي 438 مليون دولار. أكثر تفاصيل في هذه الزيارة الخاطفة عبر أجنحة الصالون مع الزميل محمد عمراني. تشييد المباني والسكنات وإنجاز الأشغال العمومية بمواد بناء محلية وكفاءات مهنية وعلمية وطنية هو الحال الذي أصبحت عليه الجزائر اليوم بعد سنوات من استحواذ الشركات الأجنبية على أغلبية المشاريع التي كانت تنجز بمواد بناء مستوردة بالكامل وعلى رأسها مادة الإسمنت. يضم المجمع 13 مصنعا للإسمنت، تبلغ القدرة الإنتاجية لهذه المصانع حوالي 19.5 مليون طن سنويا، بعدما ساهم المجمع بشكل فعال في تحقيق الاكتفاء الذاتي من مادة الإسمنت، يساهم اليوم في تنويع الصادرات خارج قطاع المحروقات. وبلغت صادرات المجمع سنة 2023 حوالي 6 مليون طن، وذلك بقيمة 24 مليار دينار. فيما يخص مواد البناء المحلية
ذات الصنع المحلي ذات يعني المواد الخام الوطنية فيه تطور كبير وذات مواصفات يعني عالمية أوروبية، والحمد لله يعني النوعية هي اللي تراي تتكلم، يعني نقدروا ونشجعوا المنتجين اللي خداو يعني طرق حديثة. المقاول الجزائري قد تجده اليوم ممن يملك رصيدا من الإنجازات والخبرة التي قد تفوق نصف قرنا من الزمن. نخدموا اللوجمون، نخدموا ليزيكيبمون، ليزوبيتو، زونيفرسيتي، كامل كاع هادو خدمناهم في هذا الخمسين عام تاع ديكزيستونس. كنا كريين سوسيتي ديكستروجيون تاع الالومنيوم، حداها عندنا اون اوت سوسيتي اللي دير لا ترانسفورماسيون تاع الالومنيوم، حداها رانا ثاني كاين شركه واحده اخرى اللي نخدموا بها البيبان لي بورت انتيريور تاع لي لوجمون، لي بورت اونتري دو بلوك، لي بورت غان تكنيك. معها ثاني زادت دوك شركه واحده اخرى في المعبر وغرانيت. لو غوز افونتاج سي كوجوردي رانا نستعملوا دي برودوي تيبيكمون الجيريان. وقد تجدهم شبابا مبتكرين استغنوا تدريجيا عن الحلول المستورده وقرروا خوض تجربه التصنيع المحلي. المشروع الاول هو يعني صناعه جميع انواع كما نقولوا احنا لي زوندوي بودري بات اي لي مورتي بتكنولوجيا جد متقدمه. ان شاء الله المشروع هذا يبدا خلال شهر ونص شهرين على اكثر تقدير. في مشروع لبدايه صناعه الدهانات السيارات، وهذا يعني حنكونوا من القلائل اللي عندهم يعني هذا المشروع في الجزائر مع شراكه مع اجانب. المشروع الثالث هي نيكستونسيون يعني توسيع. المشروع تاعنا اللي بديناه عنده سنتين ولا ثلاثه اللي هو لي بانتور سبراي ايروسول، والحمد لله المشروع هذا صرنا بارمي لي ليدر في السوق الجزائري. الدواوين العمومية للترقية والتسيير العقاري انخرطت أيضا في مسار ترجمة شعار شيد في الجزائر وبمواد بناء محلية. الأشياء التي تغيرت مؤخرا في إنجاز المشاريع السكنية، أولا مدة الإنجاز تقلصت بالنسبة للأعوام الفارطة هذه وحدة، ثانيا نوعية الإنجاز، نوعية السكنات، عاد سكنات نوعية رفيعة جدا. كل السكنات التي تنجز في الأعوام الأخيرة هذه بمواد بناء جزائرية 100%. صالون باتيماتيك 2024 أتاح الفرصة أيضا لخريجي مدارس الهندسة المعمارية للتنافس حول حلول مبتكرة لترقية بيئة العيش في الأحياء السكنية المأهولة. دونك سييت نجمع بين ليكولوجي ونسيي بين التقاليد الجزائريه ويكون ان بروجي ايكونوميك. علما في الجزائر كان عندنا بزاف لي زابيتاسيون سوسيال واديال، دونك لازم نخمو حاجه اللي تمشي بارتو وتقدر ايفولوتيف مع الوقت. تغيرت النظره تاع العارضين ان من المسكن العادي الى المسكن الحديث، الى الان رانا نشوفوا يخموا في المسكن البيئي وين يحافظ على الطاقة، يحافظ على الهواء، نقاءة الهواء، ذكي يعني من ناحية الأمنية، من ناحية استرجاع المواد، يعني حقيقة ذهنية تمشي وتواكب العصرنة العالمية. إذن كل المؤشرات تفيد بأن مناخ الاستثمار والتشييد أصبح مكتملاً اليوم من أجل تحقيق نهضة صناعية وحضارية تسمح للجزائر باستغلال مكامنها الطبيعية وذكاء مواردها البشرية من أجل تحقيق الريادة الاقتصادية. تبذل الجزائر جهود حثيثة لتعزيز التبادلات البينية في إفريقيا وتشريع مسار الاندماج الاقتصادي للقارة. تكللت هذه الجهود مؤخراً بإمضاء اتفاقية تقضي باحتضان الطبعة الرابعة للمعرض الإفريقي والتجارة البينية المقرر تنظيمها بالجزائر من 4 إلى 10 سبتمبر 2025. الزميلة شهرزاد النون حاول ضيفها في هذا الخصوص، نتابع. السيد جمال غريب مدير تجارة بالمفوضية للاتحاد الإفريقي، أهلا بك. السلام عليكم ورحمة الله.
الجزائر وقعت قبل أيام اتفاقية لاحتضان الطبعة الرابعة للمعرض الإفريقي للتجارة البينية المقرر تنظيمها بالجزائر في الفترة الممتدة ما بين 4 إلى 10 من سبتمبر 2025. ما أهمية هذه الخطوة بالنسبة لبلادنا؟ الطبعة الرابعة إن شاء الله التي ستحتضنها الجزائر إن شاء الله في السنة القادمة ستكون إن شاء الله بوابة لإفريقيا أولا، لأنه هذا المعرض حقق إنجازات كبيرة فيما يخص المعارض من قبل. أخذنا أخر واحد كان في القاهرة في نوفمبر 2023 الذي تمخض على الأقل 43 مليار دولار ديزانتونسيون، كما يقول لك ديزانتونسيون تاع الاستثمار والديلز يعني في التريدينغ. فدور لعباته اولا المفوضيه للاتحاد الافريقي، وثانيا كان في افريكسيم بانك، وثالثا فيه السي اف تي اي الزليكاف. وكانت الجزائر في السباق مع بلدان اخرى، ما كانتش يعني الجزائر وحده، وكانت يعني مسابقه شويه صعبه، ولكن الحمد لله كرس هذا المجهود انه في اخر مجلس اللقاء تاع هذا المجلس الاستشاري هذا تقررت انه الجزائر ستحتضن الطبعه الرابعه، وهذا يكرس انه الجزائر رجعت على الموقع هذا على المستوى على الاقليمي وعلى المستوى الافريقي. فالطبعه الرابعه ان شاء الله ستكون لازم الجزائريين لازم نشتغل عليها كلنا، اولا من الجهه الاتحاد الافريقي، جهة زليكاف، والجهة الثالثة أفريكسيم بانك، بحيث أن ننسق فيه لجان الآن بدأت تشتغل عليه على هذا المعرض الإفريقي، ويجب أن الأرقام تكون أعلى إن شاء الله، ولازم يكرس هذا بالنجاح الكبير. يعني هذا هو يعني الآن الهدف تاعنا. أيضا ضمن مساعي الجزائر لتعزيز التعاون الاقتصادي بين دول إفريقيا، تم مؤخرا الإعلان عن مشاركة الجزائر في مبادرة التجارة الموجهة لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية. فماذا ستقدم هذه المبادرة من امتيازات بالنسبة للمتعاملين الاقتصاديين؟ لازم نعرف باللي الهدف من هذا من الزليكاف انه 90% من الضرائب سيمحى هذه 90% على سنوات، على مدى سنوات. وما معنى هذا؟ انه المجال انه كل تجارة ستكون تجارة حرة على 90% من السلع. تفكر يعني انت 90%، فلازم الجزائر تحضر نفسها. الجزائر هل عندها الإمكانيات؟ نعم عندها الإمكانيات. السؤال هو الجزائر بلد شاسع جدا، يعني كبير، يعني أكبر بلد في إفريقيا، ولازم نشتغل على اللوجيستيكس. يعني اللوجيستيكس ما معنى؟ لازم الجزائر تبدأ تفكر باللي تنقل كثير من الإنتاج تاعها على الجنوب. لازم الإنتاج تاعنا يروح على الجنوب. ليه يروح على الجنوب؟ بحيث ننقص علينا لو كو دو ترونسبور اولا، و سي امبورطون لو كو دو ستوكاج، ولازم من الان تبدا نشتغل عليها، لانه ماهوش غير هي تبدا التجاره على مواد خام ولا مواد، لازم نروح على نطلعوا في المستوى تاع التصنيع. نعم، وضمن هذه الجهود التي تسعى إلى تحقيق التكامل الاقتصادي بشرت الجزائر في إنشاء بنية تحتية وأيضا مشاريع هيكلية ذات بعد إفريقي، على غرار مثلا الطريق العابر للصحراء وغيرها من المشاريع الاستراتيجية. فما هي الآليات التي من شأنها تعزيز التعاون الفعال بين البلدان الإفريقية والتي ستساهم في تسريع التكامل الاقتصادي للقارة الإفريقية؟ بروتوكولز اللي نشتغلوا عليها في الزليكاف، البروتوكولز حاجة من الحاجات اللي نشتغلوا عليها، أنه لازم يكون الهارمونيزيشن، الهارموني دو تو لي ستاندار. كإفريقيا مازلنا ما وصلناش للاندماج المالي، يعني الاندماج المالي هذا مشكلة. في حلول، لأنه يعني أفريقيا الآن تشتغل على سيستم دو بيمون أفريكان بالموني لوكال. بدا الشغل عندهم من سنتين، يعني 3 سنوات الان، حضرت كمان اجتماع وفي تطور. اخيرا، وفي زمن التكتلات الاقتصاديه العالميه، سيدي، هل هناك امكانيه لتوحيد الرؤى بين البلدان الافريقيه وتسريع التكامل الاقتصادي في القاره الافريقيه؟
عندما تاخذ البروتوكول تاع الاستثمار، هذا حكي غير على البروتوكول تاع الاستثمار، وتشوفي كيف وقع لي نيغوسياسيون عليها. ما نحكيوش على بلد، ما نحكيوش على بلدان، يعني نحكيو على 55 بلد. يعني ما تقدريش تصوري لانتونسيتي دي نيغوسياسيون. اخذ منه على الاقل سنتين، وسنتين جهد كبير. ولكن هذا عندما نشوف ان البروتوكول كيف وصلنا انه اعتمد على مستوى الاتحاد الافريقي، هذا يمثل يعني خطوه، يعني خطوه كبيره، يعني الناس، انا نقول لك يعني خطوه كبيره اكثر من الناس متصور. بالاراده تاع البلدان تاع القيادات الافريقيه نشوف فيه حاجه جديده. كجزائري وافريقي متفائل اكثر من مما يتصور الناس، وان شاء الله رايحين لها. والان بقى البروتوكول واحد ولا اثنين حيث يوقعهم السنه هذه، وبعدها يبقى بعد هذه النيغوشيشن، بعدها توقع الاعتماد على مستوى القمه، وبعدها يبدا لا فاز دو رياليزاسيون تاع البروتوكول هذه. السيد جمال غريب مدير التجاره بالمفوضيه للاتحاد الافريقي، شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل. شكرا عليكم، الشكر ان شاء الله. نهايه عدد اليوم من البديل الاقتصادي. مشاهدينا لا تنسوا موعدنا وإياكم بعد أسبوعين من الآن. أوقات ممتعة مع بقية برامجنا. السلام عليكم ورحمة الله.